أهلا بكم. أعلنت النائبة انتصار الموسوي أن النظام الحالي في صف الموازنة المالية العامة تسبب بعرقلة الكثير من المشاريع الاستراتيجية المهمة في بغداد والمحافظات. وأضافت انتصار الموسوي أن الموازنة المالية العامة يصوت عليها في بداية كل عام ومن ثم تبدأ إجراءات التصرف حيث ترسل المبالغ المالية للوزارات التي تخصص بدورها مبالغ لمشاريع المحافظات، مبينة أن هذا النظام تسبب بتأخير الكثير من المشاريع في بغداد والمحافظات الأخرى ودفع بالمقاولين لترك الكثير من مشاريعهم. أكدت لجنة الطاقة النيابية أن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط ستكون كافية فقط لسد عجز موازنة 2019 البالغ 24 تريليون دينار. وذكرت اللجنة أن أصل الموازنة أعد على مبلغ عجز بلغ نحو 24 تريليون دينار في وقت بلغت فيه الموازنة الاستثمارية نحو 28 تريليون دينار، ما يعني أن سد العجز سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من النفط. قال قائم مقام الموصل زهير العرجي أن ثلاثة قروض أجنبية وصلت إلى محافظة نينوى من دول أجنبية مختلفة لا يعرف مصير هذه الأموال لغاية الآن. وأضاف العرجي أن دول ألمانيا واليابان والصين قدمت قروضا مالية لمحافظة نينوى، لكن الجهات المعنية في بغداد لم تطلع السلطات في نينوى على تفاصيل تلك القروض، مبينا أن مجلس الوزراء والوزارات المعنية في بغداد هي فقط من تتعامل مع تلك القروض ولم تكشف عن تفاصيلها مطلقا. قالت هيئة نزاهة إن مجموع المشاريع المتلكئة والمتوقفة لأسباب مالية وأمنية في محافظة التأميم بلغت 167 مشروعا تنقسم إلى مشاريع ممولة مركزيا وأخرى استثمارية. وأوضحت الهيئة أن تلك المشاريع تشوبها عدة مخالفات إدارية ومالية تمثلت في إجراءات الإحالة وعدم وجود متابعة جدية من قبل جهات التعاقد، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاقدين المتلكئين. أعلنت الشرطة الحكومية في محافظة ديالى أنها أوقفت شاحنة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية. وأوضحت الشرطة أن الشاحنة الموقوفة في أحد السيطرات شمالية المحافظة سلمت مع موادها وسائقها إلى الجهات الأمنية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار النفط والمعادن. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.